السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. هنا هنعمل run للسيرفر ونضع فيها البورت، مثلا بورت 6000، ممكن 600 أو 6000، أنت ممكن تحددها. خلينا نعمل run هيك ونشوف إذا ما عدنا أي مشكلة أو errors. في عدنا listening on أوكي، في عدنا هنا مشكلة. run this one. أوكي، so you can do this one only. خلينا نسوي كثير. فاريزا I think كان عندي لحظة، احنا غايتنا انه نوضح السيرفر. run okay listening at port 6000 that mean انه احنا، هذا يعني انه احنا لو ذهبنا على الموقع، خلونا نشيك الويب براوزر. خلونا نشوف بالويب براوزر شو الاشياء اللي ممكن احنا نحصلها، like local host نقطتين 6000 كان البورت. enter local host okay 6000 enter. في عندنا مشكلة هنا، أنا بيعمل listening البورت. اوكي، لو احنا كتبنا local host 127 ممكن هنا يكون المشكلة. نغلق هذا، close, disconnect, run again. اوكي، هذا على 6000، same thing، ما ينتهي نتيجة. زين، خلينا نشوف احنا شو عملنا هنا، ممكن نسينا فد شيء. نراجع بالبداية. في الكلاس احنا عملنا request self send response header and header write في عدنا http http server. عملنا definition. اوكي، ما في عندنا مشكلة هون. self server address handle. اوكي، run server حيكون على الكوست. اوكي، هذا ال http server، هنا ال http server. زين، هذا خلينا نعملها c، وهنا ايضا نعملها c، ممكن يكون هو مأثر عليها. اوكي، بالهوست والبورت، بعد ذلك يعمل serve forever close the socket. زين، احنا هذا ممكن نغلقها. خلينا نعمل close disconnect لان احنا بدنا نغلق السيرفر هنا. run again listening. خلينا نعمل run من جديد. زين، حامل بوز بسيط حتى اعرف المشكلة وين. رجعنا مرة اخرى وياكم. طبعا المشكلة كانت هنا انه احنا هذا الفانكشن اللي هو do get. اوكي، لانه احنا بنعمل get بياخذ الget معرف في داخل بايثون فبيعمل لنا مشاكل، فعملناها do get. هذا الشيء بس غيرته، وهنا انا ممكن انا ايضا غيرت طبعا البورت. فيك تغير ايضا البورت، مثلا 6000 تضعها او تضع اي بورت اخر، فور اكزامبل اذا كان 7000 مثلا. كلوز ديسكونكت. فبيك حاله انه انت تعمل ران للسيرفر حيعمل لسننج للبورت. طبعا هنا مكتوب 6000، هو المفروض احنا نعملها. لاحظ هنا عندك السيرفر بروسيسنج. اوكي، البورت لسننج اون ذا بورت. هنا عندنا مشكلة انه احنا عملناها البورت للبورت كابيتال اللي هي هذا، فلهذا يظهر 6000. فلو عملنا كلوز ديسكونكت عفوا، عملنا ران من جديد، لاحظ طبعا اعتذر انه عملت بوز سريع لانه في شيء بقى بالبلعوم. لو رجعنا لاحظ هنا نعمل ران للسيرفر مرة اخر، وبدل 6000 حنعمل
7000 للوكال هوست، نعمل انتر نلاحظ هاي ام بايثون ويب سيرفر. فاذا بهيك حاله انه احنا استطعنا تشغيل البايثون ويب سيرفر باستخدام المكاتب، كذلك انه استطعنا انه نعمل رايت للسيرفر بمساعدة ال wfile.write اللي هو ستريم الخاص بالبايثون للويب. هنا ايضا يظهر عندك، لاحظ الهيدر كيف انه احنا بدنا ناخذ الانفورميشن بطرف السيرفر وكذلك بطرف الكلاينت. ممكن انه نعمل شيء اخر، بما انه هسه تقريبا 4 دقائق مع ال اوكي، ممكن انه احنا نستمر او خلونا نوقف هنا واعطيك شيء اخر في حال ظهور الايرورز. الاكسبت تراي اكسبت ممكن انه احنا نضيفه في داخل البرنامج اللي عندنا، هذا حنعمله بالدرس القادم. لنا نقول لكم مع السلامه.